مش موجود دلوقتي يا دكتور. ايه؟ مش معايا دلوقتي. مش فاكر حاجه؟ اهو. لا. ما خدناهاش. ايه ده مش دي؟ ما خدناهاش. لا. دي مثلا بقول لك دي بتطلع. خلينا معايا عليها بسرعه. دي اول طريقه بتطلع الانتريكا. الهدف برضه ان نجيب البوتنشال ضرب الترانسبيريشن. الهدف ان نجيب عشان اجيبها انا محتاج اعرف شويه ويذر انفورميشن مش اكتر ولا اقل. محتاج اعرف انا عايز اجيبها لشهر كام في المكان الفلاني، الويند سبيد بتاعي كام، المتوسط الريلاتيف هيوميديتي كام، مش اكتر من كده. فدي معلومات سهله نشوف ليها ولا صعبه؟ يا فادي ده سهل الكلام. سهل نشوف المعلومات دي في سهل. طيب خلينا نشوف كده كنا بنحسبها ازاي. اول حاجه كنت بحسب حاجه اسمها البي او المين ديلي برسنتج اوف انوال داي تايم اورز. دي تفتكروا المثل ده؟ كنت بشوف مثلا انا في شهر يوليا تمام وعاوز احسبها ليوم معين في شهر يوليا، فبجيب سطوع الشمس لليوم ده واقسمه على اجمالي ساعات سطوع الشمس في السنه كلها واجيبها بالبرسنت. فاكرين القصه دي؟ يبقى خدناها صح؟ لا. فكنت بخش في تيب وتقول بلتان. شايف شغلك علاء؟ ايه؟ انا مش هكتب علاء تاني. تخبط ايه ده؟ ما تخافش يا ابني. كانت قايمة واحدة. قايمة النفرية. يبقى أول حاجة في الطريقة دي عاوز أجيب بي وأقول لك بي دي عبارة عن إيه؟ عدد ساعات سطوع الشمس بالنسبة لعدد ساعات سطوع الشمس في السنة. فبخش بعرف أنا بخش الكرة الشمالي ولا الجنوبي. يا ابني خلاص أنا دلوقتي بفتح موضوع جديد. بعيد 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 عدد ساعات بعيد بعيد لليوم بعيد 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 عدد ساعات اليوم ده بالنسبة لعدد ساعات بعيد الشمس للسنة هيبقى رقم أقل كتير بعيد معايا ولا بعيد يعني أنت النهاردة إيه؟ النهاردة خميس. أنا عارف الأربعة بس كام يعني؟ 18 مارس 18 مارس شهر مارس اهو. نص في النص انا في النص ايه احنا عند 19 ونص ما بحرقها شوية. احنا احنا بنقول عندنا السرطان. سبعة عشرين. مين يزود؟
والله انا اخر حاجه فاكرها كانت 32 3 جمعه. طب ايه سبب الهبوط ده؟ ايه سبب الهبوط اللي نزل ده؟ طيب ادي خط عرض مصر 23 والله في شهر مارس الشروق 6:30 المغرب 6:30 برضه ايه 10 ساعات مثلا 10 ساعات ونص متوسط السنه كلها مثلا 9 في 365 تضربوا 10 على 9 في 365 في المية واحد ينسى يا دكتور الغدا بتاعه انا عايز احسب البخر النهارده حلو قوي عشان احسب البخر النهارده بالبلاني فيلد ميثود بحسب حاجه اسمها فيدا من جدول 14 ده فيدا بيديني ايه عدد ساعات سطوع الشمس في اليوم اللي انا عاوز احسب عنده بالنسبه لعدد ساعات سطوع الشمس في السنه كلها رقم صوت جديد حد احسب حاجه ولا مستنيين احسب 3 في 10 اس ماس 3 اضربها في 100 عشان تبقى بالبرسنت يعني احنا لو طلعناها هنا كنت 27% خدتوا احنا مش عارفين الارقام التقريبيه يعني ففهمتوا الكونسيبت بتاع دي؟ ها؟ عبد الرحمن معايا؟ ايه؟ يا ابني انت مالك ومالك؟ يا ابني سيرتكم كانت بتوع مسألة ثانية بتوع مسألة ثانية دكتور ممكن نتحرك لفوق نشوف ال بنشوف الجدول بص الكرة الشمالي أو الجنوبي أو الشهر وخط العرض بس هنحل بسؤال اوكي ده في جاسو بعد كده هحسب لازم ابقى عارف الافرج تمبرتشر هحسب رقم اسمه 46 افرج تمبرتشر زائد 8 هما دول الارقام اللي انا عاوزها عشان اخش بلاني فيجر ده فخلينا ناخد مثال كده عشان نعرف استيميت ذا مانثلي نوت ريت for the following day شهر يوليو خط عرض 42.2 شمالا يا محمود يا جمال بسبب ان جت ورم في الشفافه ان على ان 9 من 10 ايه هي ان على ان حد فاكرها؟ هما محمود يا جمال ان على ان ايه؟ ان اسبوع على ان كام؟ طول اليوم الشمس طول الشهر لا في السنين ولا ايه؟ حاضر تشتغل انت عيد ميلادك 1/8 بيبقى نفس عدد ساعات سطوع الشمس بالظبط ولا في يوم سنه بتيجي مغيره وسنه بتيجي كويسه و... الدنيا حر لا لو انا بحسب سنه معينه بحسب بسنة معينة عدد ساعات سطوع الشمس في اليوم ده اللي هو 1/8 بالنسبة للماكسيموم عدد ساعات سطوع الشمس لليوم ده من الهيستوريك ريكورد بتاعي هو ده ايه معناه؟ تطلع في حدود 9.8.7 فهمت قصدي؟ معايا ولا لا؟ طيب دكتور مش ممكن تعدل واحد؟ ايه؟ مش ممكن تعدل واحد؟ ممكن تعدل واحد بس يعني انت عملت الباب الهيستوريك ريكورد كبير عشان يبقى الماكسيموم بتاعه هو الماكسيموم فعلا طيب بلاني كادل عبارة عن 9 مجموعات وملمونحنيات اختار اي واحد فيهم اتعامل معاه يا مصطفى محمود حسب ايه؟ حسب طيب عاوزين نبص هوريزونتال اول ولا فيرتيكال؟ بص على اي حاجة هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ اسمك ايه دايما بنسى ايه؟ عمر عمر قال لي عاوزين نمشي رولز الاول خلاص؟ فالرول الاولاني ان على ان 0.45 اللي في النص 0.7 واللي تحت 0.9 خلاص؟
مسألتنا بتقول ايه؟ ان على ايه كام؟ بوينت باي. يبقى ماليش دعوه بده وماليش دعوه بده، يبقى انا على الثلاثه اللي تحت معايا. فهمنا دي اول كام نقطه؟ اه ولا لا؟ فادي لا تاني يا دكتور. تاني في ايه؟ دي فيها تاني الجراف نفسه قطعنا على الاساس ايه؟ يا جوده نعم. على ان 45% تمام. انا بيقول لي ان على ان 0.5 في المساله ماليه دعويه؟ لا. يبقى الثلاثه دول ضرر خلاص. تمام. ان على ان 0.7 تمام فيهم علاقه؟ لا الضرر مش علاقه بيهم. ان على ان 0.5 اهي هي دي 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 تمام تمام تمام. طيب بعد كده اختار الكولمز فرح. خليك معايا. الكولم الشمال رانك ريميدي اقل من 20%، في النص من 20 ل 50، في اليمين اكبر من 50. انا عندي ايه في المساله دي؟ الرياضه دي كام في المساله؟ 30. 30 يستخدم انا واحد في النص. يبقى هو ده اللي انا هتعامل معاه صح؟ يبقى انا حددت مجموعه الكيرفات اللي هتعامل معاها. طب فيها واحد واثنين وثلاثه، هتعامل مع واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ بالوين سبيد بقى. الوين سبيد واحد من 0 ل 2 متر ثانية، 2 من 2 ل 5، 3 من 5 ل 8. أنا عندي الوين سبيد بكام؟ 205 كيلو في الساعة في اليوم. آسف، ممكن حد يحوله لنا متر ثانية؟ ده أنا عاوز كالكوليتور معايا النهاردة صح. مين هيمسك الكالكوليتور؟ دكتور معلش، ممكن تاني إزاي دخلت أكون كيرت؟ حاضر، بس عرفنا كده اللي هو مع الكالكوليتور؟ مع الكالكوليتور بتحسب بسرعة؟ طب تعالى لي هنا بقى عشان تكون مركز معايا. ماشي دكتور. ايه صار عنده سؤال؟ انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مجموعات، لازم اختار واحده منهم في الاول. بختار ازاي؟ امشي الهوريزونتال عمياني صفي فيهم، وامشي الفيرتيكال عمياني عمود فيهم يتقابلوا في مجموعه المحاميات التسعه. هوريزونتال ان على ان، هنا كان ان بوينت 9 المسألة، يبقى انا هعمل الصف التحتاني، يبقى الستة اللي فوق مالهمش لازمة بالنسبة لي المسألة دي. معايا؟ شفت ليه؟ أول حاجة المفروض إيه نعمل؟ يا ابني مش دي نفتح أنا مش ممكن أحل ده أو ده أو ده أو أي واحد فيهم؟ ماشي. أعرفهم إزاي؟ إزاي بقى؟ إن على إن هي 2.5 و 2.7 خلاص أنا في المسألة 2.5 يبقى هاخد ده. الستة اللي فوق كده مالهمش لازمة. تمام؟ يبقى أنا هختار واحد من الثلاثة اللي تحت. ليه خدت النص؟ ليه خدت النص؟ واحنا رحنا فين؟ عشان الريلاتيف هيوميديتي من 20 ل 50. لو الريلاتيف هيوميديتي أقل من 20 كنت خدت اللي على الشمال، أزيد من 50 كنت خدت اللي على اليمين. معايا؟ طلعت حاجة تانية هجيب الرقمين وأعمل انتربوليشن. أوكي؟ طب يبقى أنا عندي دول. بعد كده الوين سبيد 200 كيلو في الساعة، دي تطلع كام؟ 205 2 و3 7 2 و3 من 10، تبقى دي 1 ولا 2 ولا 3؟ 2 2 خلاص. وأنا حسبت الفاكتور اللي هو تي بوينت 4 6 تي زائد 8 أهو. تي اللي أنا جبته من الجدول، عاوز أجيب تي من الجدول الأول. تي عند جولاي 42 و2 من 10، ممكن نجيبه؟ نص القرى الشمالي جولاي 42.8 من كام؟ 42 وكام؟ 42 و2 من 10 يبقى 0.3 0.33 خلاص؟ يبقى اجي هنا اهو 0.33 مضروب في 46% في الهبل تمبتشر زائد 8 يطلع ايه؟ 5.8 من 10. اخش هنا عند 5.8 من 10 اطلع اخبط في الجرف رقم 2 اروح اقرا من الشمال تطلع 7.1 من 10 ملي في اليوم. ليه بخبط حد يرد على عبد الرحمن؟ على حسب الوين سبيد. مفيش امل. ويند سبيد. عمره طيب. محبوس واش. عشان وين سبيد طلع 2.2 من 10 يبقى في الرينج بتاع الجرف رقم 2. طب والرينج معايا؟ الرينجات فوق يا شباب فاهم انا دكتور. كده هو ده عندك على الفيسبوك اطبعه ولا شوفه ولا اشتري الراجل اللي بره ده مش عايزين طبعا مش عايزين فيجوال عايزين فيجوال خالص. دكتور عبد الله
عام. نعم. ده كده؟ تمام. تمام. ايوه بس انا بكلمك انت القيمه بتاعتها هي هتشوف ده الجدول يا عم. هو هي لغايه اخر الزرع. خلاص